ومن مبدأ يعني إحقاق للحق، ومن مبدأ إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله أبدا. يعني أنا بالفترة اللي طافت عدت علي أزمة كبيرة، يعني تقريبا من 2015، يعني أمانة أقول بالتعبير الكويتي صرف سودت حياتي. جربت نومة المظلوم، تأذيت، يعني سمعت أشياء كثيرة، يعني جربت صج نومة المظلوم. نومة المظلوم نار، يعني على يعني شو أقول، كنت لما أنام كنا جمر فيني أتقلب. طبعا أنا صار فيني عندي، تم اتهامي في 2015 بشيء يعني زائف وظالم. ب 2015 تقريبا بعد تفجير مسجد الإمام الصادق انتشر تسجيل عن طريق اليوتيوب لوحدة ركبوا صوتها على صورتي، يعني مو فيديو بس صورتي، وحطوا صوتها على صورتي وقالوا مي العيدان تشتم السعودية وتتهجم على المذاهب وكليت. أو في البداية أنا ما اهتميت في الموضوع، لا قلت يلا الناس تافهة قاعد تدز وتروح. النهاية الإسلام ورسول عليه الصلاة والسلام ربنا واحد، إحنا مو أوثان. المهم تصاعد الموضوع وتم تقديم بلاغ ضدي من قبل أحد المحامين، وصارت الأمور سنتين ونص وأنا في المحاكم من مباحث لنيابات. لا 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 لا، طبعا انا طبعا اكن كل الشكر والتقدير يعني اللي من هني، اشكرهم من هني ليوم القيامه لاخر العمر. المحامي الكبير، المحاميان، المحامي الكبير والراقي بدر باقر والمحامي ضاري الواوان، وقفوا معاي وعقولتهم وقفه زلم من المباحث للنيابه. يعني ما أنسى وقفتهم في 2015 في النيابة قبل رأس السنة بيومين، ما تخلوا عني أبدا، واقفين إن على أساس إن لا يتم حبسي جزافا. تبهذلت وأنا مظلومة، وحس بي الله ونعم الوكيل. أنا ماني قايلة عن البنية اللي تكلمت، لا لا، أنا يعني واحد اللي ركب صورتي على التسجيل ونزله باليوتيوب للإساءة لي. هذا البني آدم أقول له عسى فيك، بصحتك، بغاليك، بعيالك، برزقك، لأن يعني تشويه السمعة وتسويت لي هالبهذلة هاي كلها. في ناس تقولك لا وش ذنب عياله، وش ذنبي أنا، إحنا إيش، إحنا مو عيال الناس، ما عندنا سمعة، ما عندنا عوائل، ما عندنا ناس تتأثر. تخاصمنا واختلفنا مع ناس وايد، بس ما فجرنا بهالخصومة. ما في إنسان أنا اختلفت معاه ما أقدر أتكلم معاه، ما يقدر يوقف يتكلم معاي. ظلم كان جبار، ما أنسى وقفتهم معاي في النيابة، المحامي ضار الواوان والمحامي بدر باقر في النيابة. ليه ما طلعوني بكفالة 500 دينار، وعشت بالمحاكم في ناس يمكن ما تتوقع إلا أنا سويته. في ناس تعتقد أن أنا جاية فرفش في البرنامج، الناس ما تعرف
ان انا كان شهريا كل خميس ازور المحكمه، اقعد ادش المحكمه الساعه 12، ما ادري ممكن اطلع 3 4 5 6 على ما القاضي يجلس، جاي جنايات ام دوله مغشمره، واقعد اطلع من النيابه اروح الصالون قبلها بالليل محضره حق البرنامج، ويي اقعد وجابل ناس على بالها اضحك. تدرون شنو كان هم ثقيل؟ في كل جلسه انت متعرض ان تسجن ظلم، حي يعني صج المواقف اللي ما تكسرك تقويك. تبهذلت اول مره ادش في حياتي، انا متعوده سوالف جنح صحافه اعلام، احد يدعي علي سب وقذف، الحمد لله كل القضايا طلعت براي، لكن انه يطلع الموضوع بهالشكل يوصل الضغينه في الناس، انا الفق عشان اسبب مصيبه حق مرأة، شيء مأساة، مأساة كبيرة صدقوني. الله لا يحكم على حد. وعرفت صج ان في ما يقول لك في ياما في السجن مظاليم، صج ياما في الدنيا مظاليم وفي السجن مظاليم فعلا. يعني قعدت برسك اليوم الحمد لله وبفضل ومنه من رب العالمين، واشكره لاخر نفس في حياتي المحامي بدر باقر وضار الواوان. اليوم ظهرت، اليوم تم الحكم لصالحي بالبراءة، وإن هذا الصوت مو صوتي، صوت هذا الصوت وحدة من فئة البدون، كانت مطلقة لكويتي عندها أبناء، يعني بغض النظر شيء من البجاحة ان انا يكون عندي اولاد واطلع واتحكى، وحتى بالتسجيل تقول انا عندي عيال، انا لو عندي عيال يعني بخشهم والدوله تعرف اذا عندي عيال ولا لا، وقاعد تقول انا شيعي، انا سنيه مع كل تقديري للشيعه وجميع الاديان، انا متصالحه كل الاديان ربها واحد وكل المذاهب، اوكي الاسلاميه واحد ربها واحد، احنا قاعد نسجد حق الله ونقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عندي، في ناس عندها مشكله نفسيه مع المذاهب، هاي مشكلتها شخصيه، احنا تربينا على التصالح. يوم ما صار مسجد الامام الصادق سمو الامير وقف اخذ العزه فيهم، قال هذول عيالي، دروس كثيرة نتعلمها من سمو الأمير، تعلم منا الإنسانية، الرقي، الحب. أنا عدت علي أيام في هذه القضية مأساوية. هذه صوت وحدة من فئة بدون، متزوجة، كانت متزوجة من الكويت عندها أولاد، عليها ما شاء الله اكتشفنا عندها 23 قضية، وبروفايلها يعني شيء فظيع، مسمية نفسها لعنة الله، وا 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 وا. وإلى الآن حرة طليقة. بس احنا قدمنا، وشوفوا وأنا أقول لكم شيء، أنا لو مو إنسانة أعرف الله وأخافه وراضية أمي الله يرحمها، ما كان الله طلعني منها. تدرون كم مرة بغيت أنسجن فيها؟ يوم النيابة قبل رأس السنة بيومين في 2015 كنت راح انسجن لولا وقفة بدر باقر وضار الواوان، وتم الكيد في تقرير آخر هم كاد أن يسجني والله طلعني منه. في شخص أنا لازم أشكره، أنا خاف أقول اسمه لأن يمكن هو مو حاب إن يقول اسمه، هو طليق هذه المرأة بمحض الصدفة،
كنت انزل كل فتره وفتره التويتر النفي ان هذا مو صوتي. اكتشفت كل شخص يكلمني على العام، اهلا استاذه انا عارف هذه صاحبه الصوت منو. اوكي قلت له متاكد؟ ليش؟ قال لي حاكيني على الخاص. حاكيته على الخاص الرجل، قال لي انا هذه طليقتي وهذه كذي وهذه معتاده وعليها قيد امني و و و و و و عندك استعداد للشهاده؟ اشهد. وفعلا الرجل قام بعمل شهاده خطيه تم تقديمها في المحكمه، ومن ثم راح الى مباحث الجرائم الالكترونيه وارشد عن بروفايلاتها، وفعلا طلع تقرير مباحث الجرائم الالكترونيه ان هذا فعلا في البروفايل وهذا في اساءات كثيره واشياء تشيب بالراس. يظهر عندها مشاكل، عدم الانتماء الى اي جنسيه مسوي لها مشاكل، بس مو على حساب سمعه الناس. الحمد لله الله اظهر براءتي. هذا الرجل امانه زلم طريقها، الله ينصرك عليها، هم يبي من اولاده. فتخيلوا الاولاد اللي قاعدين مع ام تتكلم بهذه الالفاظ، انا ما اقدر احطها، موجود على اليوتيوب للاسف. بس ارد واقول الشكر ثم الشكر ثم الشكر للمحاميان الراقين بدر باقر وضار ووان. لو قاعد اشكركم من هني للستار يعني اللسان يعجز أمانة. كنتوا بحق معنى المحامين الشرفاء أصحاب القضية. الحمد لله يعني أزمة وعدت. الحين عاد نرجع حق كشف حساب، الحمد لله بعد زوال هذه الغمة الكبيرة.